مباراه يوم الاربعاء اللي جاي. خلينا نروح لاهل الجزيره ونطمن من مراسلنا هناك، زميلنا محمد توفيق جاهز ومعاه اخر اخبار استعدادات او عوده الفريق للتدريب مره ثانيه واستعداداته لمواجهه فاركو. مساء الخير يا محمد. محمد مساء الخير، ويعني خلينا ناخد منك فكره كده، وانا عارف انه تمرينه النادي الاهلي يمكن بدات من دقائق، نطمن منك على اخبار عوده الفريق للتمرين مره ثانيه واستعداداته لمواجهه فاركو يوم الاربعاء اللي جاي. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما انت قلت عقب مباراه المقاولون، يمكن الجهاز الفني يعني قرر منح اللاعبين اجازه 24 ساعه، ومن ثم عودة اللاعبين للتدريبات اليوم. يمكن ده التدريب الاول والاساسي استعدادا لمباراه فاركو المقرر ليها ان شاء الله 9 مساء على استاد الاهلي والسلام يوم الاربعاء المقبل باذن الله في اطار مباراه الجوله 28 من الدوري المصري الممتاز. زي ما انت اتكلمت يا احمد، ظروف صعبه جدا، اهمها طبعا هو ضغط المباريات وتلاحق المباريات كل 48 ساعه او 72 ساعه مباراه، كمان غياب يعني فريق كامل من اللاعبين للاصابه. يمكن الفريق بيعود التدريبات النهارده، يمكن كان في محاضره بالفيديو في غرفه المحاضرات داخل غرف ملابس النادي الاهلي قبل المران، وكمان فور خروج اللاعبين لارض المباراه لارض الملعب يعني كان مستر سواريش المدير الفني للفريق عمل محاضره نظريه للاعبين في الملعب، طبعا اتكلم فيها عن اهميه هذه المرحله، مرحله مهمه جدا من الموسم برغم الصعاب زي ما اتكلمت، ولكن اعتقد لاعبي النادي الاهلي قادرين على تخطي كل هذه الصعاب. ينقصنا بس يعني توفيق ربنا، وكمان يعني ان ربنا يبعد الاصابات على لاعبي النادي الاهلي، خاصه شايف عدد كبير جدا من الاصابات يا احمد في الفريق. يمكن النهارده ابرز معالم التدريب وابرز العائدين كان محمد عبد المنعم بيشارك في تدريب الفريق اليوم، طبعا مع استمرار وتواجد اكرم توفيق بيرسي تياو، كمان موجود محمد محمود، يعني معظم اللاعبين اللي كانوا مصابين اصابات خفيفه ان شاء الله يرجعوا خلال الفتره القادمه، ولكن طبعا في عدد كبير جدا من اللاعبين يمكن مصابين وانتهى موسمهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، يمكن حسين الشحات، محمد شريف، عمرو السوليه، عدد كبير جدا من اللاعبين. نتمنى اللاعبين اللي يكون اصاباتهم خفيفه ان هم يكونوا في اقرب وقت موجودين مع الفريق ويدعموا صفوفه، خاصه في ظل الفترة الصعبة اللي احنا بنمر بيها يا احمد. زي ما انت شايف عدم توفيق بشكل كبير جدا في المباراة الأخيرة، وكمان عدد كبير جدا من الإصابات، ولكن زي ما انت قلت وبنأكد على كلامك لاعبي النادي الأهلي قادرين على تجاوز كل هذه الصعاب. يمكن البداية إن شاء الله تكون من مباراة فاركو. التدريب النهاردة يمكن بدأ ببعض الجمل أو التدريبات البدنية الخفيفة، ومن بعدها تدريبات الكرة. فريق ان شاء الله كمان بكره مكمل تدريباته في نفس الميعاد 5:30 مساء، ومن بعدها يتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه، وان شاء الله يعني هيبقى اليوم الاربعاء زي ما انت قلت هيبقى مباراه النادي الاهلي وفاركو في 9 مساء. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي، يكون التوفيق معاهم والتوفيق حالفهم، كمان ربنا يجنب كل لاعبينا الاصابات، وان شاء الله بقيه اللاعبين المصابين احنا زي ما قلت لك يكونوا موجودين مع الفريق الفتره اللي فاتت الفتره الجايه، ده هيدعم كتير جدا الفريق وهيفرق معاه فنيا ومعنويا في ارض الملعب ان شاء الله. احنا في حاجه لكل ورقه ممكن يستخدمها مستر ريكاردو سواريش عشان نقدر بس نكمل الموسم ده، وان شاء الله باذن الله نحقق مطلوب من لاعبتنا انها تحقق بس المكسب في كل المباريات المتبقيه، اما بقيه الحسابات فنسيبها لبعدين. بشكر الزميل العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي او عوده النادي الاهلي للتدريبات مره ثانيه استعدادا لمواجهه